واحدة بتقول أنا دخلت كلية شاءت إرادة الله أن أدخلها بالرغم من أني لا أحب الدراسة فيها ولا موادها، فلماذا تكون إرادة الله أن أدخل كلية لا أحبها وأنا لا أعرف هل أحول أم لا بالرغم من أني متأكدة من أنها إرادة الله؟ أولا مين قالك أنها إرادة الله؟ هو كل حاجة تتم تبقى إرادة ربنا؟ واحد يرمي روحه تحت ترميه تتقطع رجله يقول إرادة الله إن أنا رجلي تتقطع؟ واحد يعرض نفسه للهوى فياخد دور إنفلونزا يقول إرادة ربنا إن أنا أخد دور إنفلونزا؟ مش كل حاجة تتم تبقى إرادة ربنا. إرادة ربنا هي الخير المطلق، الخير هو إرادة ربنا، الباقي اسمه سماح من ربنا. زي ما قلت امبارح على ما أظن في اجتماع القدام، قلت ربنا بيسمح ان القاتل يقتل وهيعاقبه ودي مش إرادة ربنا، وبيسمح ان السارق يسرق وهيعاقبه ودي مش إرادة ربنا، وبيسمح ان الزاني يزني وهيعاقبه ودي مش إرادة ربنا، دي اسمها سماح من ربنا. فربنا سمح بكده لكن مش معناها دي إرادة. وانا متأكد انك انت لو حولتي لكلية تاني هتقولي إرادة ربنا ان انا احول، ما هي ماشي كل حاجة بتتم بتقول إرادة ربنا. انت طبعا دخلت كلية ما بتحبهاش لانك ما جبتيش مجموع في الثانوية العامة، فهل إرادة ربنا انك انت ما تجيبيش مجموع ولا بسببك ما جبتيش مجموع؟ ما تلزقيش كل حاجة في إرادة ربنا. ان كنت الكلية دي ما بتحبهاش وتقدر تحولي على كلية احسن منها ما فيش مانع ابدا، الله يريد لك الخير، الله يريد لك الخير بالطريقة اللي تريحك ما دام ما فيهاش كسر وصية. الله يريد لك الخير بالطريقة اللي تريحك ما دام ما فيهاش كسر وصية. ما تجيش امرأة تتجوز راجل ما بتحبوش وتقول إرادة ربنا، لا انت اللي دخلت في الخط واحنا بنشترط موافقتك، فلو مشيت في كل حاجة إرادة ربنا هتتعب نفسك يا بنتي. الله يريد لك الخير ويريد لك السعادة بالطريقة اللي تريحك بحيث إن ما تكونش فيها كسر لوصية ربنا.